تحولت معظم الشوارع والمناطق في البحرين إلى سكنات أمنية بعد مقتل عنصرين من عقوبات أمن النظام وضابط إماراتي فيما عرف بانفجار الديه الأسبوع الماضي أثناء قمعهم لمسيرة كانت متجهة لموقع دوار اللؤلؤة. فقد انتشرت الحواجز ونقاط التفتيش في مختلف المناطق والشوارع الرئيسية في جميع الأوقات، ما أحدث ازدحاما مروريا أثر بشكل سلبي على حركة الموظفين والطلبة في النهار وشلل في حركة المواطنين ليلا. وفي ظل ما تشهده البلاد من إجراءات أمنية مشددة، تستمر القوى الثورية في الدعوة للتظاهر وتصعيد الاحتجاج بشعار المقاومة رفضا لاستمرار بقاء قوات الاحتلال السعودي والإماراتي. من جهتها أعلنت قوى معارضة وهي ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير وتيار الوفاء الإسلامي وتيار العمل الإسلامي وحركة حق وحركة خلاص وحركة أحرار البحرين الإسلامية عن اتخاذ يوم 13 من مارس آذار يوما وطنيا لمقاومة الاحتلال، وطالبت في بيان لها بتفعيل كل سبل المقاومة المشروعة حتى خروج الاحتلال الذي يتخذ درع الجزيرة غطاء له. وحذرت أي دولة في العالم من أن تحذو حذو السعودية في إرسال قوات لقمع الثورة الشعبية، كما أكدت القوى مواصلة الحراك الثوري حتى تتحقق المطالب المشروعة وتفعيل سبل المقاومة بكل أدواتها المشروعة حتى تحقيق أهداف الثورة بنيل حق تقرير المصير وإسقاط النظام الخليفي وإنزال القصاص العادل بحق قتلة الشهداء وعلى رأسهم حاكم البلاد حمد عيسى الخليفة.